قالت واحدة مو اي كلهم مر عليهم انا نرجسية انا اشرح لك اياهم بعد الحلقة بعد هذا من نيمو ها ما اخذتهم انت؟ لا 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 شركسية شركسية لحظة انتوا وين جاي؟ ماني نيمو هذا هركليز هذا مو حرقها لوك لوك يعني لوك لوك نيمو لوك لوك يعني ترقعها انا شفت شنو بحضروني انا لا لا لوك لوك انا اقول لك من البرامج برامج حبيبي انا ريال الحمد لله اللي ماسكين البرامج يعني الله يمالك الحمد طبعا انا ما بيمدح البرنامج انا في اطلع برا امدح حسن انا ما بمدحكم قدامكم للامانه انا لا تكفون امدحني عشان بمدحكم كلكم بس ما لي شغل محمد الامانه والله يعني جوكم حلو شبابي ما في تصنع ما في انا والله ارتحت ما حسيت ان في دحني بدور اليوم لانه ساكت ما تكلم مسكين سجوا العاده هادي شكله هادي لا لا هو مو الهادي هو مستشفى هو ايه هادي بس بالعاده لا لانه لويا ما شاء الله عليه هذا 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 اللي شافني بعد لو تجيب له واحد على الاقل ما يعرفه احسن له فانا مو قادر ادخل صوتي بالموضوع على اساس ما اصل لويا زياده يعني كفو كفو فمخليكم على راحتكم بس قاعد اشوف ومكتفي انا بخل امدح برامج بدر الشعيبي محمد الشعيبي وبدر الشعيبي اخواني يعني مبدعين واتمنى لهم انا كل التوفيق بس انتم اعطيتهم مساحه يعني راح يطيرون باكر ممكن هم طاروا اول حلقه الله يوفقكم شوجي مبدعه نفس الشيء يعني شوف فيكم كوميديا تشوفها بروحك عالم الكوميديا تضحك ما بالك انت جبت اثنين طارق العلي وهي شعيبي بالله فانت جايب قنبلتين وقاعد تطالعهم للامانه انا وايد يعني مستمتع برنامج قوي حلو هالسنه في منافسه وايد وانا اتمنى لهم كلهم التوفيق بالميش ودقات ايش رايك فيه؟ بالميش كل سنه اذا ما يلك بالاذاعه يلك ما تخلص منه مش على الشايع مش على الشايع اوجه له تحيه ابو حمود حقيقه طول عمرك مبدع ودقاتك كل سنه تغيرها واشوى ان السنه مو صوبي اللهم لك الحمد يعني الله فاكك مؤخرني عنك الحمد لله بس صدق ابيك اشوفك سؤال على السريع لان في واحد يمكن راح يزعل علينا اذا ما سالنا اكلتك المفضله على السريع بس جاوب بسرعه اكلتك المفضله تبوله باكا حلو يلا اشتري بعد باكا انزين فهد ما في باكا استانسنا معاك اليوم حبيبي من احسن الضيوف اللي مروا بس وانت تقول مستانسنا غير مانشستر معك فكلمه خيره حاب تقولها لان وقت البرنامج خلص حبيبي مشكورين وانا تشرفت بوجودي معاكم اليوم اتمنى اني اكون انا ضيف خفيف عليكم ما ثقلت عليكم بشيء واقول حق المشاهدين كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك مقدما من يعطيكم دور عياد يعطيكم العافيه مشاهدينا مثل ما شفتوا معنا اليوم فهد البناي وارقام تصويت موجوده على الشاشه ما نقدر نقول اكثر تابعونا باكر 8:30 مع السلامه يعطيكم